بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذه محاضرات في حقوق الإنسان لقسم الترجمة المرحلة الأولى في كلية الآداب الجامعة المستنصرية. طبعا أنا يعني أستاذ قاسم محمد مفتن مدرس المادة. اليوم سنجيب عن ثلاثة تساؤلات في حقوق الإنسان. طبعا ما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؟ دائما ما نسمع هذه الكلمة الشرعة الدولية في حقوق الإنسان نسمعها دائما في الأخبار، في التلفزيون، في الراديو. ما الشرعة الدولية لحقوق؟ السؤال الثاني راح نجاوب عليه، كيف تصبح الدولة طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان؟ كيف تصبح الدولة طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان؟ شلون ندخل لهذه الاتفاقيات؟ احنا دائما نسمع رئيس دولة سافر لغرض العلاج وجا قال وقع على اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان، مسؤول دولة كبير ذهب لعلاج وقال وقع على اتفاقيات حقوق الإنسان. هل هذه كيف نكون طرف في هذه الاتفاقيات؟ هل هناك التزامات؟ السؤال الثالث اللي نجاوب عليه بهذه المحاضرة، كيف تجري المراقبة الدولية على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان؟ شلون تجرى؟ أكو مراقبة؟ لو هيك مرسلة المسألة أنه فقط نوقع وانتهت المسألة. نذهب للسؤال الأول، نقول ما الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؟ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان نتذكر جميعا أنها خمسة موارد، خمسة وثائق. هذه الخمسة وثائق هي أولا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذا الذي وقع في 10 ديسمبر 1948. يعني عندما نقول الشرعة الدولية لحقوق الإنسان يعني معناها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقع في عام 1948 في 10 ديسمبر. اثنين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ب 1966. الثالث العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أيضا في عام 1966. والرابع البروتوكول الاختياري الإضافي الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى الأفراد. والأخير الخامس هو البروتوكول الاختياري الإضافي الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام. السؤال الثاني، كيف تصبح الدولة طرفا في اتفاقيات حقوق الإنسان؟ شلون ندخل إلى اتفاقيات حقوق الإنسان؟ ندخل لاتفاقيات حقوق الإنسان بطريقتين. الطريقة الأولى نوقع على المعاهدة من معاهدات حقوق الإنسان أو اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان ثم نصدق عليها، يعني بداية توقيع ثم التصديق، أو أن نذهب مباشرة إلى الانضمام لتلك الاتفاقية أو المعاهدة. ما التوقيع على اتفاقيات حقوق الإنسان؟ التوقيع على الاتفاقيات حقوق الإنسان هو الفعل الذي من خلاله تبدي دولة ما موافقتها المبدئية على اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان، وهذا التوقيع لا يرتب أي التزام قانوني على الدولة المعنية، إنما يجب على الدولة المعنية التي تحترم نفسها، تحترم العالم، تحترم شعبها، أن تظهر للآخرين أنها سائرة من أجل تحقيق الحقوق في هذه المعاهدة التي وقعت عليها. بعدها ينبغي أن توقع تصديق لهذه المعاهدة. ما التصديق على هذه المعاهدة؟ هو الفعل الذي تبدي من خلاله دولة ما موافقتها على الالتزام القانوني بالقواعد الواردة باتفاقية معينة، باتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان.
ولكي تصدق دولة ما على اتفاقية ينبغي عليها أولا ماذا؟ أن توقع عليها. التصديق يرتب أثر قانوني على الدولة المعنية. وهسه إن شاء الله بالتساؤل الثالث راح نجيب لاحقا نجيب على هذه المسألة. التصديق هو فعل تبديه دولة لموافقتها على التزام قانوني بقواعد واردة بمعاهدة من معاهدات حقوق. هذا التصديق يترتب عليه آثار قانونية ينبغي على الدولة تنفيذها. الطريقة الأخرى التي باستطاعتنا ندخل بها إلى اتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان هي بالانضمام مباشرة إلى تلك الاتفاقية. هو الانضمام هو الفعل الذي تبدي من خلال دولة ما موافقتها على الالتزام القانوني بالقواعد الواردة باتفاقية من اتفاقيات حقوق الإنسان. والانضمام نفس الأثر القانوني الذي للتصديق، لكن بالانضمام لا يسبقه توقيع. يعني إذا جبنا سؤال بالامتحان يقول ما المقصود بالتوقيع على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؟ وما هو الفرق بين التصديق على تلك المعاهدات والانضمام إليها؟ نجاوب سريعا نقول التوقيع هو شنو؟ هو موافقة مبدئية، موافقة ابتدائية ليس فيها أثر قانوني على الدولة، لكن التصديق هو موافقة نهائية على الحقوق الواردة بهذه الاتفاقية والالتزام بها. والانضمام كذلك، لكن الانضمام لا يسبقه توقيع، التصديق يسبقه توقيع. السؤال الثالث الذي نجيبه بهذه المحاضرة هي كيف تجري المراقبة الدولية على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان؟ كيف تجري المراقبة الدولية على تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان؟ لا تترك الدولة مجرد أنه انضمت أو صادقت على معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان تترك القضية مرسلة، لا، هناك مراقبة. كيف تجري المراقبة؟ تجري المراقبة بالطريقة الأمم المتحدة تشكل لجنة مراقبة على الدولة المعنية، أي دولة وقعت على معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان. الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكل لجنة مراقبة على هذه الدولة كيف تنفذ شروط هذه الاتفاقية، حقوق هذه الاتفاقية. على الدولة المعنية التي انضمت أو صادقت على معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان، على هذه الدولة أن تقدم تقريرا ابتدائيا بعد سنة من المصادقة أو الانضمام إلى أي معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان، كل المعاهدات إلا اتفاقية حقوق الطفل. بعد عامين الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة تقول يا بعد عامين عليكم أن تقدموا تقريرا ابتدائيا الدولة تشرح لنا ماذا فعلت من أجل تحقيق هذه الاتفاقية. يعني كل الاتفاقيات بعد سنة نقدم لها ماذا؟ نقدم لها تقرير ابتدائي، تقرير مبدئي، إلا اتفاقيات حقوق الطفل بعد سنتين، مطين مجال للدولة أنه بعد سنتين. على الدولة المعنية أيضا بعد 4 إلى 5 سنوات أن تقدم تقريرا دوريا، تقرير دوري عن ماذا فعلت. كل 4 سنوات قدم تقرير دوري على ماذا فعلت بشروط هذه المعاهدة الذي وقعت عليها، شروط هذه الاتفاقية، ماذا وقعت، ماذا فعلت، ماذا حققت من حقوق. الأمم المتحدة في نفس الوقت لا تكتفي بما تقدمه الدولة المعنية في تقريرها الابتدائي، لأن أجمل التقارير بإمكان دولة ديكتاتورية
لا تعطي حقوق لشعبها، تقدم، وما أكثر من يكتبون هذه التقارير، تقدم تقرير مرتب من على أفضل ما يكون. يعني مثلا تقول إحنا ليس لنا سجناء سياسيين، في حين السجون سجون الدولة ملأة بالسجناء السياسيين. الأمم المتحدة لا تكتفي، لجنة المراقبة في الأمم المتحدة لا تكتفي بما تقدمه الدولة في تقريرها، شنو تقريرها سواء الابتدائي أو التقرير بعد 4 سنوات التقرير الدوري. تستقي معلومات أخرى من تستقي معلومات أخرى من الصحافة، من مؤسسات الأكاديمية، من الهيئات التابعة للأمم المتحدة التي تملأ هذه الكرة الأرضية، من المنظمات غير الحكومية. كذلك تذهب إلى معارضين الدولة، تذهب إلى معرفة صحفهم، تعرف ما هي آرائهم. كل هذه المعلومات تأخذها لجنة المراقبة، بالإضافة إلى التقرير الابتدائي، بالإضافة إلى التقرير الدوري، تدرسها، تضعها على بساط البحث، تدرسها مع لجنة متابعة من الدولة المعنية. بعد دراستها تقدم الأمم المتحدة، لجنة المراقبة في الأمم المتحدة تقدم للدولة ملاحظات ختامية. هذه الملاحظات الختامية تتضمن بواعث قلق وتوصيات. ملاحظات ختامية تتضمن توصيات وبواعث قلق فقط. يعني مو تجي فرضا لجنة المراقبة تفعل الأفاعيل في دولة معينة، لا، احنا ابتداء قلنا هذه الحقوق وتنفيذها هي عبارة عن التزامات أدبية. الدول التي تحترم نفسها، تحترم شعوبها، تحترم حقوق الإنسان، تنفذ هذه الحقوق. فالدولة التي وقعت وصادقت على دولة، هناك لجنة مراقبة تتابعها، وينبغي عليها أن تقدم كل 4 سنوات تقرير دوري، وقبل تقرير ابتدائي إلى لجنة المراقبة. يتضمن هذا التقرير كل ما فعلته من أجل تحقيق هذه المعاهدة أو الاتفاقية التي صادقتها وانضمت إليها. لجنة المراقبة لا تكتفي بهذا التقرير، وإنما تستقي المعلومات من مصادر أخرى، قلنا من منظمات حكومية، هيئات تابعة للأمم المتحدة، مؤسسات الأكاديمية، هاي المراكز بحوث هسه بالجامعة المستنصرية، هذا عشرات المراكز. مثلا هنا قريب يمنا مركز دولي للدراسات، المركز الدولي للدراسات العربية والدولية، مراكز تستقي منها. هذه المراكز بها معلومات مؤكدة، تفاصيل بالأرقام حول العراق، حول تستقي من هذه المعلومات، من الصحافة، من صحافة المعارضة. هذه المعلومات تبحثها وتقدم في نهاية المطاف ملاحظات ختامية تتضمن بواعث قلق وتوصيات. بواعث قلق وتوصيات، يعني نحن قلقون من استمرار حبس فلان الفلاني لمدة كذا سنة، نوصي بكذا وكذا، لا أكثر ولا أقل. يعني ملاحظات ختامية فيها من الدبلوماسية الشيء الكثير. في نهاية المحاضرة وهذه المحاضرة الأولى أشكركم، وبقوة الله تكون المحاضرة الثانية حول مادة الديمقراطية. شكرا جزيلا.